طيب في هنا بعض التمارين بقى مهمة جدا طبعا كلها. أول تمرين أول اكسرسايز من الواجب من التيم ايه بتاع الترم الأول السنة دي، قال لي رايت جافا بروجرام، اكتب كود برومبت ذا يوزر، برومبت ذا يوزر أو اسك اليوزر أو ريد فروم اليوزر، يعني اسأل اليوزر خليه يدخل رقمين بوزيتيف انتجر، خليه يدخل رقمين اكس وواي، وبعدين ويطبع على اند برنت اون سكرين يطبع ناتج العملية الحسابية اللي قدامي دي، اكس اس 5 ناقص واي اس 5 موجودين في خطين دول يسموا ابسوليوت، يعني هات اكس اس 5 اترحم من واي اس 5 ثم الناتج ده حطه في ابسوليوت يعني حوله الى رقم موجب، وبعدين هات له الجذر التربيعي وبعدين اجمع عليه اكس في واي ثم اقسمه على اكس زائد واي، ثم بحاجه اسمها سيلينج يعني حوله الى الرقم الاكبر، احنا قلنا سيل يعني راوند قربه للاكبر، ثم اجمعه على 2. احنا قلنا التنفيذ هيبقى ايه، هو اكس اس 5 الاول واي اس 5 وبعدين يطرحهم من بعض، بعدين يجيب لهم الايه عمليه اللي هي الابسوليوت، وبعدين يجيب لهم الجذر التربيعي، ما هو بينفذ اللي تحت الجذر الاول، بعد ما جاب الجذر يجمعهم على ده اكس في واي وبعدين يقسم، وفي الاخر يجيب لهم السين وبعدين يجمع على 2. طبعا ده انا اولا دايما اي كود باجي اقول له بابليك كلاس، اسم الكلاس بابليك ستاتيك فويد مين ديسبتر، انا عايز اليوزر يدخل بيانات فانا اعرف متغير من كلاس اسمه سكانر، قلنا السكانر هو المستخدم عشان اليوزر يعمل انبوت، عرفت انا متغيرين اكس وواي. اول حاجه باجي اقول لليوزر اكس يساوي انبوت اللي هو السكانر دوت نيكست انتجر، انا قلت قبل كده اي ادخال يفضل قبل منه سيستم اوت برنت لازم اليوزر اطبع له مسج تعرفه انا عايز ايه، كده دخلت الاكس، هعيد نفس الكود مع الواي، ده برنامج عايزني ادخل اكس وواي، سيستم اوت برنت هقول له اليوزر هطبع له رساله انتر واي، فجيت انا قلت له واي يساوي انبوت دوت نيكست انتجر، نيجي بقى نطبع النتيجه اقول له هنا ايه، انا هنا يعني معادله صعبه شويه، انا هبدا من النص الاول، هقول له هنا ايه، في كلاس عندي قلنا اسمه ماس دوت باور، هقول له واي كوما 5 دي معناها هات واي اس 5 وكمان هات هي المفروض معلش المفروض تكون اكس اس 5 واي اس 5 دي المفروض تكون اكس، يعني هيجيب اكس اس 5 حسب المعادله وبعدين واي اس 5 عن طريق الباور، يعني هو كده عامل ايه، اول حاجه جاب اكس اس 5 واي ما هو باور اكس كوما 5 معناها اكس اس 5 ماينس ماس دوت باور واي كوما 5 اكس اس 5 ماينس واي اس 5، بعد ما عملت لهم طرح يعني هو جاب الاس ثم طرح ثم حطهم في ماس دوت ابسوليوت، ده بالابسوليوت بتعمل ايه؟ الابسوليوت بيتحول الناتج من سالب الى موجب اذا كان سالب، ثم بعد ما حولته جبت له الجذر التربيعي، وبعد ما جبت له الجذر التربيعي بعدين عملت ايه؟ جبت له بعد ما جبت الجذر التربيعي جيت انا جمعته على اكس زائد واي، يعني بعد ما جبت الجذر التربيعي جمعت الجذر التربيعي زائد اكس على واي وقمت قاسم على اكس زائد واي، بعد ما قسمت على اكس زائد واي الكوز بقى هنا يعمل ايه؟ رحت جبت حاجة اسمها سيل، السيل دي اللي هي ايه؟ حول الرقم ده الى قربه الى اقرب رقم ثم اجمعه على 2 وبعدين اطبع النتيجة دي كلها. معادلة صعبة شوية لأنها ضخمة شوية. السؤال اللي بعد كده قال لي رايت جافا بروجرام ذات برومبت ذا يوزر، خلي اليوزر يدخل رقم واطبعه ديسبلاي اون ذا سكرين، اطبع مسج توضح ان الرقم ده if this integer is positive or not، قال لي دخل رقم واطبع هو موجب ولا لا. طيب انا هكتب ده كود، انا هنا عايز ادخل رقم، فانا جيت هعرف متغير اسمه اكس مثلا، ادخل رقم ازاي؟ قلنا اكس يساوي input dot في دالة اسمها next integer، next integer بقول لليوزر دخل رقم،
بس اليوزر هيعرف انا عايز رقم ازاي. قلنا في سيستم دوت اوت ثم برنت، واقول له هنا ايه انتر نمبر مثلا. يفضل ان انا اعمل كده عشان اليوزر يعرف انا عايز ايه الرقم ده، انا عايز اعرف هو موجب ولا لا. هاجي اقول اكس، اذا كان اكس اكبر من زيرو يبقى كده الرقم ده موجب، وهاجي احط else. اذا الرقم ده موجب هطبع ايه ان هو موجب ازاي، سيستم دوت اوت دوت برنت لين عشان ينزل السطر بعد الطباعه. اقول له هنا اطبع لي مثلا ايه، انا ممكن اطبع اي حاجه، ممكن اقول له هنا ان اكس بلس كده يطبع الاكس نفسه، واقول له اكس مثلا از بوزيتيف نمبر. دي كرساله من عند إلس، معناها ان الاكس ده اقل من اقل، هو اكس اكبر من زيرو يبقى واحد وطالع، اكس عكس الاكبر من زيرو يعني اكس ربما يكون صفر او اقل. هو ما قالليش الصفر هنا ايه، فانا ولا يهمني. اقول له ان اكس از نوت بوزيتيف، يعني انا هاجي اجرب البرنامج ده، هدخل رقم. اذا دخلت 6 قال لي ان 6 از بوزيتيف نمبر، هاجي اعمل ران جديده. اذا دخلت رقم سالب 9 هقول لي ان 9 از نوت بوزيتيف نمبر. خلاص. طيب المثال اللي بعد كده قايل لي رايت جافا بروجرام ذات برومبت ذا يوزر تو انتر ان انتجر، خليه يدخل رقم واطبع على الشاشه الرقم ده اود ولا ايف، وعايزنا ادخل رقم واطبع هو فردي ولا زوجي. نفس المثال، بس عشان اعرف الرقم زوجي ولا فردي في حاجه اسمها مودولس 2 يساوي 0. اي رقم باقي القسمه على 2، باقي القسمه يعني ايه مودولس، لما اجي اقول هنا ايه 10 مودلس 10 على 2، 10 مودلس 2، اعمل دي معناها باقي القسمه 10 على 2 ف5، 5 في 2 بكام 10، باقي القسمه هنا كام 0. هي المودلس معناها باقي القسمه، ده معناها البرسنتج، معناها ريميندر او باقي القسمه. اي رقم على 2 مودلس بيدي موجب بيدي زوج بيدي 0 فرد بيدي 1، فانا اقول له اكس مودلس 2. اذا باقي القسمه كان يساوي 0 اقول له ان الرقم ده از ايفن نمبر، واذا كان لا يساوي 0 معناها ان هو 1. اي رقم باقي القسمه على 2 يا 0 يا 1، لا مجال فيها 0 يا 1. اذا كان 0 يبقى ايه موجب، اذا فرد اذا زوجي. إلس معناها ايه، هو عكس عكس الزوجي فردي، ما فيهاش اي احتمال اصلا. فانا باجي اقول له هنا ايه دخل رقم 12 لانه زوج طبع لي ايفن، جيت دخلت رقم جديد 9 على 2 فال 4 باقي القسمه 1، فقال لي ان 9 ده رقم فردي. خلاص. طيب مثال بعد كده قال لي رايت جافا بروجرام ذات برومبت ذا يوزر تو انتر تو بوزيتيف انتجر، خليه يدخل رقمين ويطبع مسج if the first number is a multiple of the second number or not. ده سؤال في فكرة، الأول هدخل رقمين، فأنا هاجي أعرف رقمين x و y، وهعيد نفس عملية الإدخال، هكتب نفس الكود enter number وأقول له هنا إيه هو. أولا أنا أعرف أو بقول يعني إيه multiple of 10 وبعد 10 و5، 10 على 5 فهبقى القسمه كام 2. اي رقم باقي القسمه على الرقم الثاني اذا كان بت 0 معناها ده ب 10 مثلا، لا خلينا نقول مثلا ايه 50 اما قلت 50 على 10 فال 5، 50 على 5 فال 10، باقي القسمه هنا كام 0. اي رقم لما اقسمه على رقم تاني يعني اكس على واي، اذا باقي القسمه 0 معناها ان الرقم الاولاني من مضاعفات الرقم التاني، مالتيبل قصده ان الرقم الاول مضاعفات التاني، يعني 10 و5، 10 على 5 فيها الاثنين وباقي القسمه 0، يبقى 10 من مضاعفات الخمس،
فانا بعمل ده ازاي؟ اكس مودلس واي، اذا الرقم الاول على الثاني بقى قسمه زيرو، معناه ان الرقم الاول از ملتيبل اوف، هو ايه من مضاعفات الرقم ملتيبل اوف، مثلا ايه ملتيبل اوف اقول له زائد الواي، يعني معناها ان الرقم الاول من مضاعفات الرقم الثاني. else ممكن اقول بقى ان هو از نوت ملتيبل اوف. طبعا هو السؤال ما ادانيش رساله، فانا مش بالضروره احط الرساله، يعني اي رساله تمشي هنا. تاني اما اجي اقول 10 على 2 فالخمسه فباخد قسمه زيرو، معناها ان 10 من مضاعفات الخمسه. فاي لما اجي اقول لمالتيبل اوف لابد اقسم الاول على الثاني. اذا مثلا ما اقول 10 و7 باخد قسمه ليس زيرو، فهكام 10 على 7 فالواحد، 1 في 7 ب 7 باقي القسمة. ليه هنا في باقي قسمة؟ طول ما في القسمة في باقي قسمة، القسمة اللي هي المودولس، معناها ان الاول ليس من مضاعفات التاني على طول كده. وحتى في السؤال قايل لي هنت استخدم الاوبريتور اللي هو ايه؟ مودولس. السؤال بعد كده قال لي رايت ابلكيشن اسك اليوزر، اسك اليوزر برومبت اليوزر، معناها خلي اليوزر يدخل رقمين. قال لي الاثنين دولت اوبتين فروم من اليوزر اند ديسبلاي، اعرض لارجر نمبر، اطبع الرقم الاكبر مطبوع بكلمه از لارجر. واذا كانوا الاثنين، يعني هو عايز نطبع الرقم الاكبر وبعده الكلمه دي، ده هنا مديني شكل الطباعه، وقال لي اذا كانوا ايكوال اطبع ذيس نمبر ار ايكوال. انا هدخل رقمين، اقول له هنا ايه؟ اذا كان الرقم الاول اكبر من الثاني، وقال لي اطبع رسالة ايه؟ از اطبع الرقم الأكبر وبعد منه كلمة از لارجر، فأنا هحط الرسالة از لارجر. ده إذا كان الإكس أكبر، هعيد نفس الإف، هقول إذا كان الواي هو اللي أكبر، أنا ما أعرفش إذا، هقول هنا إذا كان واي أكبر من إكس، بدل ما أطبع إكس هطبع واي، أقول له واي از لارجر. هاجي أعمل إف جديدة، هقول له إذا كان إكس يساوي واي. إذا كانوا متساويين هطبع رسالة إيه؟ these numbers are equal. يعني هو عايزني أدخل رقمين وأطبع الكبير وبعده رسالة إن هو الأكبر، وإذا كانوا متساويين هيطبع these numbers are equal. يبقى هو عنده هنا تلات جمل إف، أنا هدخل رقمين 4 و6، قال لي 6 is large. السؤال بعد كده، السؤال ده جه قبل كده في فاينل والناس شوفوا تقول ده تافه جدا، بس جه قبل كده في فاينل. قال هو لما يكون عندي متغير زي الاكس، قال لي اكتب اربع جمل فور ديفرنت جافا ستيتمنتس، اربع اوامر يزيدوا واحد على الاكس، اكس بلس بلس زيد على الاكس واحد، بلس بلس اكس، اكس يساوي اكس زائد واحد، اكس زائد يساوي واحد. أربع أوامر كلهم نفس التأثير أو نفس الموضوع، زيد إكس بواحد. واحد يقول لي بس هيزيد الأول، هنا ما أنا دول جمل مستقلة، ما يعني دي جمل مش داخلة في عملية حسابية، فالترتيب هنا مش تفرق، طالما هو أمر يعني إكس زائد زائد مش داخلة في أمر طباعة ولا داخلة في إكسبريشن، فهتتنفس هو أمر واحد بس. فالأربع جمل دولت كلهم معناهم زيد إكس بواحد، تفرق الأولى من الثانية إذا كانوا داخلين في عملية حسابية. هو هنا مش ما دخلش في القصة دي. السؤال بعد كده قال لي رايت جافا ابلكيشن انبوت 3 انتجر نمبر، دخل ثلاث أرقام وديسبلاي اعرض بقى المجموع والافرج المتوسط والبرودكت حاصل الضرب والسمولست الأصغر فيهم واللارجست الأكبر فيهم. طيب وكمان قال لي انت اطبع الارقام الصحيحه، يعني ما تطبعليش ارقام عشريه، يعني لو كان المتوسط فيه كسر لا ما تطبعهوش، اطبع الافرج، لو الافرج 2.5 اطبعه بس 2. طيب هو عايزني ادخل ثلاث ارقام، فانا هعرف اكس واي زد او اي حاجه، انتر فيرست نمبر، ممكن اقول له انتر نمبر 1 انتر نمبر 2. هاجي اعيد، انا بدخل ثلاث ارقام، كلمة اسك اليوزر او حتى برومبت اليوزر معناها عرفت ثلاث متغيرات، دخلت الاكس دخلت الواي دخلت الايه زد. وبعدين انا عايز اجيب حاصل الجمع،
فانا هاجي اعرف متغير اسمه سم، واعرف متغير اسمه برودكت حاصل الضرب، ومتغير اسمه افرج، ومتغير اسمه ماكس اللي هو الاكبر، ومتغير اسمه مينيمم. عرفت كم متغير زيادة؟ اول حاجة السم دي سهل، المجموع يساوي اكس زائد واي زائد زد. برودكت اللي هو حاصل الضرب يساوي اكس ضرب الواي ضرب الزد. الافرج او المتوسط هيساوي الصم على عدد المتوسط او المعدل يساوي مجموع الارقام على عددهم. ده سهل حتى الان. مشكلة عندي في تحديد الاكبر والاصغر. انا هفترض ان الماكس هو اكس والمينيمم هو اكس. انا افترضت ان اول رقم داخل هو الاكبر وهو الاصغر، وبعدين هاجي اقارن الواي، هاجي اقول له هنا ايه، هاجي اقول له اف واي اكبر من الماكس. دي يعني ايه؟ دلوقتي افترضت اكس، انا مدخل اكس ب7، فافترض ان ماكس ب7 ومينيمم ب7، جيت دخلت واي ب10. اذا كان واي اكبر من الماكس اللي هو ب7، يبقى انا كان افتراضي غلط، يبقى الماكس هنا هو مين؟ هو الواي. انا بقول اذا الواي، انا افترضت ان الاولاني هو الكبير، اول رقم دخل ده الكبير، اذا كان الثاني اكبر منه يبقى انا كان افتراضي غلط والواي هو الكبير. إلس بقى، إلس معناها ان المينيمم هو الواي. طب لو كان الرقم الثاني اصغر، يبقى اصغر من الماكس، او ما اصغر من الماكس يبقى المينيمم هو الواي. يعني اذا الواي اكبر من الماكس يبقى ماكس هو الواي. والس معناها ايه بقى؟ الس، الس معناها ان واي اصغر من الماكس، وماكس في الاول هو نفسه المينيمم، يبقى معناها ان واي اصغر من الاكس يبقى المينيمم هو الواي. بعدين نيجي نعمل اف تاني، نقول اذا كان زد اكبر من الماكس يبقى في الحالة دي ماكس هو الزد. ونيجي نعمل اف تاني، اذا كان زد اصغر من المينيمم يبقى هنا مينيمم هو مين؟ هو الزد. هنا يعني انا بفترض ان الاكس هو الكبير هو الصغير، هبدأ اقارنه مع التاني. اذا التاني واي اكبر من ماكس، اكبر من ماكس يعني اكبر من اكس، يبقى ماكس اكبر، يبقى الواي هو الماكس هنا. إلس معناها ان واي او الرقم الثاني اصغر من ماكس يعني اصغر من اكس يعني اصغر من المينيمم، يبقى المينيمم هو الواي. كده انا جبت الاكبر والاصغر في اول رقمين. المشكله في الرقم الثالث، لابد اعمل مقارنه مستقله. اذا الزد اكبر من الماكس اللي هو واحد من الاثنين اللي فاتوا، يبقى الماكس هو الزد. واذا الزد اكبر من المينيمم اللي هو واحد من الاثنين اللي فاتوا، يبقى انا حصلت مينيمم هنا ايه جديد. كده انا خلصت. اجي الطباعه، حاجه اقول له سيستم دوت او دوت برنت لين عشان اطبع كل واحد مستقل. انا هطبع السم، سم يساوي ثم زائد واحط المتغير. كده انا هطبع خمس ست مرات، هيطبع السم ويطبع البرودكت ويطبع الافرج ويطبع الماكس ويطبع المينيم. برودكت اللي هو حاصل ضرب الارقام، وبعدين هيطبع الافرج، الافرج اللي هو المتوسط اللي هو مجموع الارقام على عدده، وهطبع الماكس اللي هو الرقم الاكبر من الثلاث ارقام، وهطبع المينيم اللي هو الرقم الاصغر من الثلاث ارقام. اجي اجربه شيفت اف 6، هيقول لي دخلت 12 56 4. قال لي ان حصل جمعهم 72، حصل الضرب المتوسط الاكبر 56، الاصغر هنا كام؟ 4. طبعا ممكن تجيب الاكبر والاصغر بطريقه تانية، يعني اي مكان، هي ما فيش حاجه ثابته، انا ممكن افكر بفكره تانية. السؤال بعد كده قال لي رايت جافا ستيتمنتس، اكتب كود. هو هنا مش عايز برنامج، عايز كود يعمل الاتي، يعمل التاسكس الاتيه. قال لي يوز وان ستيتمنت، اكتب امر واحد بس، تو اساين ذا سم اوف اكس، يعني the sum of x and y، x زائد y الى z، then increment x بواحد. هو هنا عايز نعمل ايه؟ يا سلام، هو عايز نكتب كود بيعمل ايه؟
عايزني اقول ان اكس زائد واي خلاص اجمعهم وحط الناتج فين؟ او اقول لي هنا الساين ذا سام اكس زائد واي تو زد، عايزني اقول ان زد يساوي اكس زائد واي. طب خلاص مفيش مشكله. قال لي بعد ما تعمل، بعد ما تجمعهم وتحطهم في الزد زيد الاكس بواحد. زيد اكس بواحد، يعني لو قلت له هنا ايه واي زائد اكس، ولو قلت هنا زائد زائد ده معناه ايه؟ على اليمين طبعا، معناه اجمعهم الاول بنفس القيم، بنفس القيم ثم حط الناتج في زد وبعدين زود على اكس بواحد، لان هو قال لي اجمعهم وحطهم في الزد وبعدين زيد الاكس، يبقى لازم الزياده تحصل في الاخر. في حل تاني زي كده برضه، لما اقول له اكس بلس بلس زائد، هنا 3 مرات زائد، انا عكستها بس، هو هنا زائد زائد على اليمين فسيبها دلوقتي، فيجمع اكس زائد واي وبعدين يحطهم في الزد وبعدين يزود اكس بواحد. الفقرة التانية قال لي تيست، يعني تيست دايما يعني تشيك يعني اف. قال لي تيست هل الفاريبل كاونت از جريتر ذان 10، يعني هل، يعني هل الكاونت اكبر من 10؟ قال لي اف ات از، اذا كان اكبر من 10 اطبع لي كاونت از جريتر ذان 10. ده سهل، اقول له اف كاونت اكبر من 10 سيستم اوت برنت واحط الرساله كما هي. الفقره الثالثه قال لي اكتب جمله واحده، تاخد بالك وان ستيتمنت امر واحد تو ديكريمنت عشان تنقص الاكس بواحد، يبقى اكس ماينس ماينس ولا ماينس ماينس اكس ماينس ماينس، لان انا هنقص الاول. قال له بعدين سبستراكت ات اطرحه فروم توتال، وبعدين نقص من اكس واحد وطرحه من التوتال وحط الناتج في التوتال. يعني انا هقول له هنا ايه توتال ناقص ماينس ماينس اكس، هو هينفذ، احنا قلنا قبل كده بيمشي في الماينس ماينس او بلس بلس، هو هيبقى هيشوفهم الاول لقاها هنا على الشمال فينفذها الاول فينقص من اكس واحد وبعدين يطرحها من التوتال وبعدين ياخد الناتج يحطه في التوتال. الرابعه قال لي هات الريميندر باقي القسم، كالكوليت ذا ريميندر افتر كيو از ديفايدد باي ادفايزر، بعدين حط الناتج في متغير اسم كيو. قال لي رايت ذيس ستيتمنت ان تو ديفرنت ويز، هو عايزني اعمل كيو اعمل له قسمه على، عايزني اجيب باقي القسمة الكيو على الادفايزر. طيب ما انا ممكن اقول له كيو يساوي كيو مودولس ادفايزر، وقلنا المتغير هنا وهنا، لما انا ممكن اشيله احطه الناحيه الثانيه وخلاص. السؤال بعد كده مديني كود، وده ممكن يجي في الامتحانات. قال لي ديترماين، حدد الفاليو اوف فاريبلز ان ستيتمنت برودكت ضرب يساوي اكس بلس بلس افتر ذا كالكوليشن از بيرفورم، عند معادله فيها اكس وفيها برودكت. قال لي هنا ايه انت عشان تجيب الناتج ده، قال لي افترض ان الاكس عنده ذا فاليو 5، اسيوم ذات اول فاريبل ار تايب انتجر اند انيشيالي هاف ذا فاليو 5، يعني الاكس بادئ بخمسه. هو هنا اكس على اليمين، طبعا دي معناها الاول ايه؟ دي معناها برودكت يساوي برودكت ضرب اكس بلس بلس. طب اكس اكس علي الزد زاد على اليمين، فهو هياخد، هو وقال ان هنا برودكت بادئ بخمسه واكس بخمسه، فبرودكت يساوي ثاني يعني المعادله برودكت يساوي برودكت ضرب زائد اكس زائد زائد، وكانت اكس بخمسه، هو هينفذ الضرب الاول خمسه في خمسه بكام؟ 25، وبعدين يزود اكس بواحد اصبحت اكس بست. ليه ما زودش اكس الاول قبل الضرب؟ لانها ان هنا ديت بوست انكريمنت، يعني ياخد الاكس الحاليه في المعادله الحسابيه ويخلصها ثم يزود اكس بواحد. اخر سؤال مديني جمل، ودي تيجي اختياري او تيجي في حاجه اسمها حدد فايند اوتبوت، يعني يقول لي كود يقول لي طلع الناتج.
قال لي هات ال value of x after each of the following statement is executed، بعد ما تنفذ كل امر. دالة افس قلنا بتحول السالب لموجب، اذا كان سالب لما ده رقم موجب اصلي يفضل كما هو. دالة فلور، فلور عكس سي، فلور بتلغي الكسر، فالسبعة بوينت خمسة تبقى سبعة، سي بقى بتوصلني للرقم الأكبر. التالتة ماكس دوت أبس، أصلا ده رقم زيرو يفضل كما هو. سي بتعمل إيه؟ الرابعة سي بتودي الرقم للرقم الأعلى، إذا بس أصلا ده زيرو، يعني الزيرو يفضل كما هو. خلاص نيجي لدالة إيه؟ أبس سالب ستة بوينت أربعة، ما طبعا ده رقم سالب يتحول إلى إيه؟ موجب. الإف ده رقم سالب ستة ماينس أربعة، سي قلنا بتوصلنا للرقم الأكبر، والرقم الأكبر هنا سالب ستة، ما هو يعني ما مش معقول هيوديني السالب سبعة، لو كانت فلور تبقى سالب سبعة، لو كانت سي تبقى سالب ستة، لأن سالب ستة أكبر من سالب سبعة. سيل بتعمل راوند الأكبر، والأكبر للستة بوينت أربعة بالسالب هو سالب ستة. آخر واحدة اللي هي الجي، في هنا عايزني أجيب السيل اللي هي بتقرب للأكبر، بس الأول هنا أقواس، أنا الأول هنفذ القوس الداخلي الأول ده، ما أنا باخد القوس الأول. فلور سالب خمسة ونص هتوديها لسالب ستة، فلور بتوصل الرقم إلى الأصغر، فالأصغر بتاع سالب خمسة ونص هيبقى سالب ستة. سالب ستة لما أجي أجمعها مع سالب تمانية هتبقى سالب أربعتاشر. سالب أربعتاشر لما أجي أعمل لها أبس هتكون أربعتاشر، ثم سالب قبلها تبقى سالب أربعتاشر. فالسيل هنا السيل هتسيبها زي ما هي سالب أربعتاشر، إن السيل بتوديني إلى الرقم الأكبر، بس انا مع يعني بتعمل راوند الاكبر، بس انا هنا ما عنديش كسر، فالرقم هيفضل كما هو. في تمرين زي كده قال لي رايت جافا بروجرام ذات برومبت ذا يوزر، خلي اليوزر يدخل 3 انتجر اند برنت ذا لارجست اوف ذيم، عايزني اليوزر يدخل 3 ارقام ويطبع الاكبر. طبعا ده ليه كذا حل، انا خلي اليوزر دخل ازاي ارقام، انا هاجي شوف دلوقتي انت عايز تدخل 3 ارقام وتحسب الأكبر، يبقى أنا الأول أفكر أنا محتاج كم متغير. هو اليوزر هيدخل 3 أرقام، اليوزر هيدخل 3 أرقام، هيدخلهم فين؟ فلابد إن أنا أعرف 3 متغيرات إن واحد إن اتنين إن تلاتة. ال إن واحد واتنين وتلاتة دي هي الفاريبل أو الأماكن في الميموري اللي اليوزر هيدخل فيها، ومحتاج أعرف واحد تالت رابع اسمه ماكس. طب الماكس إيه الهدف منه؟ ده المتغير الأوتبوت اللي أنا هحط فيه نتيجة المقارنة. يبقى انا محتاج 4 متغيرات، 3 اليوزر يدخل فيهم انبوتس مدخلات، وواحد رابع ماكس هحط فيه الناتج او الاكبر. يبقى انا كده حددت عايز كم متغير، عملت لهم ديكليريشن تعريف. نيجي بقى نعمل انبوت ان واحد يدخل ازاي، ما احنا عندنا في السكانر قلنا في داله اسمها نيكست انتجر، النيكست انتجر بتسمح بادخال رقم صحيح كده. انا هقول له هنا بقى ايه في الرساله، انتر نمبر 1 كده، انا عرفت اليوزر قلت له دخل الرقم الاولاني. هعيد نفس الامر ادخال وطباعه مع الرقم الاول والثاني والثالث كده، انا قلت اليوزر قلت له دخل نمبر 2 والرساله خليتها نمبر 2، والامر الثالث قلت له ان 3. الثلاث اوامر دولت بيعملوا ايه؟ دي عمليات انبوت، طباعه ادخال، طباعه ادخال، عشان اليوزر يدخل 3 ارقام. ازاي اجيب الماكس؟ هقارن الاول مع الثاني. ففي حلين ممكن اقوله هنا، انا هفترض ان الماكس هو الرقم الاولاني، انت دخلت رقم اول رقم ده افترضت هو الاكبر، بعدين هاجي اقول له بس اتاكد ازاي، هقول له اف اذا كان الرقم الثاني اكبر من الماكس، لاحظ ان الماكس في مين اصلا، دلوقتي انت مدخل 3 ارقام، فانا ال3 ارقام دولت انا افترضت ان ان واحد دخل ده كان عنده متغير اسمه ان واحد، انت مدخل فيه 7 ومدخل ان 2 هفترض فيه 10، مدخل ان 3 فيه مثلا 2، انا افترضت ان ماكس في مين، ماكس في ان واحد،
يعني في 7، ده فرض لسه، ما ممكن يكون غلط. هاجي اقارن الماكس اللي هو ان واحد مع ان اتنين، من الاكبر فيهم؟ ان اتنين، يبقى ماكس يتغير وياخد كام؟ ياخد 10. بعدين هاجي اقارن ماكس الجديد مع ان تلاتة، طلع ان ماكس اكبر من اتنين، يبقى يفضل زي ما هو مين؟ ان اتنين. يعني انا بقارن، انا بفترض ان الماكس هو الاولاني، ثم اقارن ان اتنين الرقم التاني مع الماكس. اذا الرقم التاني اكبر من الماكس، يبقى كان ان واحد ما هوش الكبير، يبقى الماكس هو مين؟ هو ان اتنين. هعيد نفس الجملة، هقول له اذا كان ان تلاتة اكبر من الماكس، يبقى انا كنت فارض افتراض غلط، يبقى ماكس هو مين؟ ان تلاتة. يعني انت تاني بتفرض ان ماكس هو الاولاني، ثم تقارن ال ان اتنين مع الماكس، كأنك بتقارن ان اتنين مع ان واحد. اذا كان ان اتنين اكبر، يبقى ماكس هو ان اتنين. كده انا خلصت من ان اتنين. اروح اقارن ان تلاتة مع الماكس، يعني ماكس متغير بحط فيه الكبير اول في اول. ده حل. في حل تاني ممكن اجي اقول له اف اذا كان ان واحد اكبر من ان اتنين، كويس، يبقى هنا ايه؟ يبقى ماكس هو ان واحد. إلس معناها إن إن اتنين هو الأكبر، يبقى ماكس هو إن اتنين. كده أنت جبت الأكبر من إن واحد وإن اتنين، أصبح إن ماكس حاليا في مين؟ فيه يا إن واحد يا إن اتنين، حسب الأكبر فيه. أروح بقول له إف قارن جديد بقى، هنا بقى هضطر أقارن إن تلاتة مع ماكس. إذا كان إن تلاتة أكبر من ماكس، يبقى إن واحد وإن اتنين خطأ، وماكس هو مين؟ إن 3. الحلين صح. تيجي بقى تطبع ازاي؟ طبعا تيجي تقول له سيستم اوت برنت، سيستم دوت اوت دوت برنت. نجرب برضو برنت اف. برنت اف الاول بحط الرساله، بقول له فيها برنت اف ان الماكس از، انت عايز بعد كلمه از يطلع الماكس، ما بحطش المتغير، بحط برسنتج دي. كده انا خلصت الرساله. البرسنتج دي هياخد اول متغير بعد الكم اللي هو الماكس، فياخد قيمة الماكس ويحطها مكان البرسنتج ايه دي، وممكن اقول له بعدها سلاش ان، يعني انزل سطر. فلما اجي انفذ، انت هتدخل 3 ارقام يقارن ما بينهم. يعني لو انت مثلا دخلت خمسة 66 77، فيبقى لك ان الاكبر هو مين؟ 77. خلاص. المثال اللي بعد كده ده مثال من التيم ايه بتاع الترم الماضي. قال لي رايت جافا بروجرام يوزنج نستد اف، يعني انت هنا بقى مضطر تستخدم اف الس اف الس اف الس غصب عنك. قال لي بناء على الاكتيفيتي دايجرام، على الرسمه اللي قدامي دي، والفقره بي، قال لي ارجع اكتبها مره ثانيه يوزنج سويتش برومبت يوزر تو انتر ديجيت بتوين 1 5. اطبع رساله قدام اليوزر برومبت، اطبع له رساله توضح له ان انا عايزك تدخل رقم 1 5. ريد ذا ديجيت، خلي اليوزر اقرا الرقم المدخل من اليوزر، وستور وخزنه في متغير اسمه ديجيت. يعني اليوزر بمعنى صح هيدخل رقم هخزنه في متغير اسمه ديجيت. الدايموند اللي قدامي ده معناه في كونديشن، هل الديجيت يساوي 1؟ اذا الرقم المدخل 1، اطبع رساله ذا ايكويفالنت رومان نيوميرال از علامة الاي. هو عايزني ادخل رقم من 1 ل 5 واطبع الرمز اللي شبه الرقم من حيث الارقام الرومانية. يعني الواحد لها رمز علامة الاي، 2 لها رمز 2 اي، 3 زي كده 3 اي، اي في في مثلا. فانا هدخل رقم، اذا كان 1 يدخل على اليمين يطبع الرسالة الاولى، 2 الس معناها ما هوش 1، فاذا كان 2 يشوف الرسالة الثانية، اذا كان 3 الرسالة الثالثة. اللي قدامك ده شكل مسارات اف الس، اذر وايس يعني الس، ثم في دايموند يبقى اف جديده، اذر وايس يبقى الس، في دايموند يبقى اف جديده، اذر وايس الس دايموند ديجيت 4 اف جديده، اذر وايس اف جديده، اذر وايس الاخيره معناها ان الرقم المدخل لا كان 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5. يبقى انا عايز اليوزر يدخل رقم، وبناء على الرقم هطبع ما يكافئه من الارقام الرومانيه.
فانا هعرف متغير واحد فقط هسميه ان واحد، او هو لا هو قال لي خزن المتغير في متغير الانبوت في متغير اسمه ديجيت، فانا هاجي اقول لليوزر ديجيت يساوي انبوت دوت نيكست انتجر. اليوزر هنا عمل ايه؟ دخل رقم، ودخل رقم لازم اقول له ان الرقم ده بتوين 1 اند 5 كرساله. طيب هو هقول له هنا ايه؟ اذا كان الديجيت ده، اذا الرقم ده دبل يساوي، معناها هل يساوي 1؟ اذا 1 هطبع رساله ايه؟ الرساله اللي انا هطبعها حسب السؤال تيبيكال، يعني مش هطبع رساله من عندي، اقول له برنت لين عشان يطبع وينزل سطر. الرساله موجوده في السؤال ايه؟ ذا ايكويفالنت رومان نيوميرال از نقطتين اي، لابد تلتزم بالرساله. ذا ايكويفالنت نيوميرال نمبر اي مكان، اقول له هنا از نقطتين واحط له حرف الاي، يعني حرف الاي ده في الارقام الرومانيه، في الارقام الرومانيه هو الحرف اللي يكافئ الرقم ايه؟ 1. ايكوبرنت رومان يومولا. خلاص انت في الامتحان طبعا بتنسخ نفس الرساله بالظبط، يعني ما تقعدش تكتب من عندك. يعني هيطبع الرساله دي امتى؟ اذا اليوزر مدخل 1. ايه اللي معناها ان هو ما دخلش 1؟ طب وبعدين؟ هضطر اعمل اف جديد، ما دي بقى اسمها نستد اف. اف لو كان الرقم المدخل 2، هطبع الرساله ان اللي يكافئ الاثنين دبل ار، وبعدين إلس معناها ان الرقم اللي داخل ليس 2. هعيد نفس، يعني هفضل انسخ الكود واحط له اف. اذا الرقم يساوي كام؟ الرقم 3، بحط له 3 اي حسب السؤال. بعدين اجي إلس، وكل اف محتاج كل والإلس محتاجه اف، طبعا دي تسمى نستد اف. اذا اليوزر مدخل 4، 4 اللي يكافئها اي في، وبعدين إلس. إلس معناها إلس الأخيرة دي معناها لا يساوي 4، ما هوش 4، وأكيد لا هو 4، وأكيد لا 1 ولا 2 ولا 3، فهاجي أحط إف. إذا كان 5، الخمسة اللي يقابلها حرف الـ V. طيب إلس الأخيرة معناها إن أنت دخلت حاجة عكس كل السابق، فهقول له هنا إيه؟ invalid number او wrong حسب الرسالة اللي موجودة. يعني انا هقول من عندي invalid number، يعني هو يعني دي بقى تسمى ايه؟ nested if. ازاي؟ هو بيجي يشوف الرقم المدخل 1 نفس ده بإلس غير الواحد، هل 2 يدخل ده بإلس غير إلس، معناها ما كانش 2 ولا 1 اساسا، ما طالما دخل في إلس يبقى عكس الاولاني، دخل في إلس يبقى عكس الأول والتاني وهكذا. وقلنا ممكن أخليها كده ورا بعضها إف إلس إف، يعني برضو كده صح. خلاص يعني الحلين مفهومش أي مشكلة زي كده. راجع قال لي إيه؟ قال لي اكتبها مرة تانية بإيه؟ سويتش. سويتش هحط سويتش، سويتش بقول له سويتش شيك على المتغير، ما بحطش دبل يساوي، وهاجي أقول له هنا بقى هفتح كوست، هاجي اقول له كيس في حالة 1، فيروح يطبع الرسالة الأولى، ولازم بعد كل كيس أحط بريك، وألغي بقى كل الإف، أقول له كيس 2، وأنا أقول له كيس 3، وأنا أقول له كيس 4، يعني هو عايزني أشيل كل الإف وأحطها كيس. كيس 5 اذا اليوزر مدخل 5. الحاله الاخيره دايما بتكون الديفولت، الديفولت معناها إلس بس بتنكتب في سويتش ديفولت. ديفولت معناها ان هو دخل حاجه غير الخمس احتمالات خالص، وقلنا من شويه لابد بعد كل كيس احط بريك عشان ما يدخلش يكمل في جميع المسارات بالخطا. ده نفس الحل بالظبط، الديفولت مش محتاجه بريك لانها بتكون دايما اخر سطر، محدش يحط الديفولت في الـ في الـ في الـ في الاول، الديفولت لابد تكون هي اخر كيس. طب هل لازم احطها؟ لا مش لازم، يعني الديفولت مش ضروريه الا لو انت عايز تحطها، يعني تعمل تطبع رساله خطا مثلا،
يعني مش ما انتش مجبر تحط الديفولت خلاص. ده نفس الحل الاولاني بالظبط. فلما اجي احط اعمل رن واحط مثلا دخلت 4 المفروض يطبع لي هنا ايه اي في. طبعا ده سؤال كان في الواجب بتاع الترم الماضي زي كده، يعني هو عايز حل مره باف ومره سويتش. في سؤال ايه اللي رايت جافا بروبر زاد برومبت ذا يوزر، نفس السؤال بالظبط اللي بيسأل اليوزر يقول له دخل رقم اطبع على السكرين رسالة هل الرقم ده is divisible by 3 and 5، هل الرقم ده بيقبل القسمة على 3 و5 ولا لا. كويس، انا هدخل رقم، هل الرقم ده زي 15 هو 15 بيقبل القسمة على 3 و5 مع بعض ولا لا. هعمل ده ازاي؟ انا عرفت رقم متغير سميته ان واحد وقلت اليوزر دخل الرقم وقلت له في الرسالة انتر نمبر. امتى انا مدخل 15 او 20 او غيره، امتى الرقم يكون بيقبل القسم على 3 و5؟ اي رقم اذا قسمته مودلس 3 15 على 3 كقسمة مطولة. اي عشان تتأكد تعمل قسمة مطولة ازاي كده 15، انا بتكلم كمثال على 3 فيها الخمس، 5 في 3 ب 15 باقي القسمة كام؟ زيرو. يبقى معناه ان ده رقم يقبل القسمة على كام؟ اي رقم باقي القسمة على رقم بيدي زيرو يبقى الثلاثة ديت احد قواسم الرقم، يبقى ده بيقبل القسمة على كام؟ على 3. انما لو كان 16 هيبقى باقي القسمة واحد يبقى 3 يبقى 16 لا يقبل القسمة على 3. فأي رقم باخد قسمة على 3 إذا كان يساوي 0 AND، وإذا كان نفس الرقم ده باقي القسمة على 5 تساوي 0، يبقى إذا الرقم المدخل ده هو زي 15. وفي أي رقم بيبقى القسمة على 2 3 15 في برضه في 45 مثلا 60 زي كده. اي رقم بيقبل القسمة على 3 و5 مع بعض، يعني معناها اذا كان باقي القسمة على 2 يساوي 0 هاجي اطبع له رسالة اقول له هنا ايه، اقول له ان الرقم ده اللي هو ايه اللي هو انا هب الرقم اللي هو نمبر 1 زائد، انا هقول له نمبر 1 زائد از ان الرقم ده هو بيقبل القسمة باي 3 او اند ايه اند 5. يعني انا بس يعني انا عايز اطبع له رساله ان هو هيطبع الرقم الاول واقول له بعدها ان الرقم ده بيقبل القسمه على 3 و5. ايه اللي معناها ان الرقم ده بيقبل القسمه على احدهم او ما بيقبلش على الاثنين، يعني احد الشرطين فولس او الاثنين فولس. فهطبع نفس الرساله بس هحط علامه النفي ان الرقم ده از نوت خلاص. فانا هاجي اجرب اي رقم هدخله اذا كان على مثيل 15 45 60 اي رقم زي كده مثلا 34 ده ما بيقبلش على الاثنين، فقال ان هو نوت ما بيقبلش قسمه على الاثنين. انما لو دخلت رقم زي 15 على 3 باقي القسمه 0 وعلى 5 باقي القسمه 0 هيقول لي ان 15 از ديفيزبل باي 3 اند 5. السؤال الرابع هنا بيقول لي هنا what is the exact output of the following piece of code، يعني الكود ده لو احنا شغلناه على برنامج النيت بينز هيطلع ناتج ايه على الشاشه. طيب قدامك كود عايزك تطلع الاوتبوت صح، يعني شغله. عندك فاريبل اسمه ام بكام؟ ب4. يعني انت ممكن تيجي تعمل زي كده تعمل له جدول تقول له ان انا عندي فاريبل اسمه ام ب4. سيستم اوت برنتلين ده امر الطباعه، ده اللي هينطبع اول مره هيطبع ايه؟ اي حاجه بين دبل كوتس هتطبع على الشاشه كام، يعني هيجي يطبع لك ايه ام يساوي. مش معنى الاوتبوت هو امر سيستم اوت، سيستم اوت دوت برنتلين اطبع وانزل سطر، هيطبع لك ايه؟ اي حاجه بين دبل كوتس هحطها كام، يعني هيطبع لك ام يساوي وبعدين زائد دي معناه ايه، ثم حط على يمينها ام زائد زائد او ام بلس بلس. معنى ام بلس بلس يعني دي معناها زيد ام بواحد. بس قلنا قبل كده هو هيزود ام الاول ولا هيحط ام
الحالية في الجملة ام بكام حاليا؟ باربعة، هيحطها ثم يزود على ام واحد، لان ديت على اليمين، فهيستخدم قيمة ام الحالية في جملة الطباعة، والزيادة للام تأثيرها في العملية القادمة من هنا، زائد زائد على اليمين، فيستخدم ام باربعة، ثم بعدين يزود ام بواحد، ويستخدم ام بخمسة. دي فين؟ هنا. هل ام لا تساوي خمسة؟ ما ام بخمسة اساسا، صح؟ خمسة لا تساوي خمسة، طبعا غلط، ده هما الاتنين بيساووا بعض، فيخش على ايه؟ على الالس، يخش على الالس. معنى ام قسمة يساوي اتنين معناه ايه؟ ده اختصار معناها ام يساوي ام قسمة اتنين، صح؟ طب ام بكام؟ بخمسة، خمسة على اتنين. البسط انتجر والمقام انتجر، يعني هي فيها اتنين ونص؟ لا، فيها اتنين. ليه؟ اذا كان البسط رقم صحيح والمقام رقم صحيح، الغي الكسر، يعني هو هيخش في الالس، لان خمسة تساوي خمسة، خمسة تساوي خمسة، فده شرط فولس. طالما الشرط فولس دخل في الالس. وبعدين قال لك ان ام تساوي ام على اتنين، بس اختصر الامر، خمسة على اتنين فيها اتنين ونص؟ لا، فيها اتنين، لان اذا كان البسط انتجر رقم صحيح والمقام رقم صحيح، تجاهل العلامة العشرية، يبقى هيطبع لك هنا ايه بقى؟ ام تساوي ثم يطبع اتنين، هيبقى الناتج ام تساوي اتنين، يعني ام حاليا بكام؟ اتنين. وبعدين دخل في متغير اسمه ان، قال لك ايه؟ ان يساوي، شوف القوس ده كده، عندك قوس ده كده، طبعا ده قوس، لو خدت بالك قال لك هنا ايه؟ ام ماينس ماينس، هو هينقص ام الاول، هينقص ام الاول ولا يستخدم ام الحاليه في عمليه المقارنه؟ هو بيقارن ام مع 2، صح؟ بيقارن ام مع كام؟ مع 2. هل ام اللي هي 2 تساوي 2؟ طبعا، لان هنا ام تساوي 2، ام تساوي 2، هو هينقص بعدين، بعد ما يخلص الامر ده يبقى ينقص الام، لان هي ماينس ماينس على اليمين، كويس؟ ام تساوي 2، فعلا الشرط ده بيتحقق، قلنا طالما في علامة استفهام هياخد ال 50 يحطها في الان. ليه؟ لان الكونديشن تحقق، لو كان الكونديشن فولس يحط 100 في الان، انما الكونديشن ترو، لان ام حاليا ب 2، صح؟ ام حاليا ب 2، فان بكام حاليا؟ ب 50. بس خلي بالك بعد ما خلص الامر ده راح نقص من الام واحد اللي هي كانت ب 2 وخلاها واحد، يعني عملية النقصان أو طرح واحد من الام تأثيرها بعد ما خلص جملة الاف دي كلها، أصبحت ام حاليا بكام؟ بواحد، وان بكام؟ 50. سيستم اوت دوت برنت لين، اطبع الرسالة دي، برنت اف ام يساوي، اطبعها لك على الشاشة، ثم برسنتج دي يتحط مكان الام، ام حاليا بكام؟ بواحد، ثم اند، ثم يطبع لك كلمة ايه؟ اند، والان يساوي، طبعا ده كله لاين واحد، والان تساوي برسنتج دي، هي الان، شوف خد بالك ان ايه؟ لما تيجي تحط مكان البرسنتج دي بلس بلس على اليسار، يعني يعمل ايه؟ يعني يزود الاول على ان، ان كانت بخمسين بقت بواحد وخمسين، فيطبع لك ان بواحد وخمسين، لان بلس بلس على اليسار، فهيزود ان قبل ما يطبعها، هيزود ان بقت بواحد بخمسين. اذا الريزلت على الشاشه هيكون بالشكل ده. سؤال خمسه، قال لك رايت جافا بروجرام، اكتب برنامج ذات برومبتس يسال اليوزر ان يدخل كلمه وورد اند ديسبلايز، ويعرض على السكرين مسج رساله، هل الكلمه دي ستارتز ويز ليتر ايه او لا؟ دخل كلمه زي علي وقول لي هي فعلا بتبدا بايه كابيتال او لا؟ علي بتبدا بايه كابيتال؟ هيطبع رساله كده ان الكلمه المدخله ستارتز بتبدا بايه كابيتال. لو دخلت محمد بتبدا بام، اذا الكلمه المدخله لا تبدا بايه كابيتال. فاحنا عايزين نكتب كود يخلي اليوزر يدخل كلمه ويتاكد ان هي تبدا بايه كابيتال. فاحنا برضو محتاجين لسكانر، عرفنا سكانر، وهنعرف فاريبل اسمه وورد 1 او دبليو 1، وهاجي اقول لليوزر انتر ايه؟ وورد، ادخل كلمه.
طيب اليوزر دخل الكلمة عن طريق دالة نيكست، هقول له هنا ايه وورد 1، هقول له هنا ايه وورد 1 دوت، في عندنا دالة اسمها تشار ات. تشار ات معناها هات الحرف رقم 0 اللي هو الحرف الاول من الكلمة. اذا كان الحرف الاول من الكلمة المدخلة يساوي A كابيتال، اللي على اليسار ده ايه استخرج او اعمل اكستراكت هات الحرف رقم 0 يعني الحرف الاول من الكلمة المدخلة. اذا كان الحرف ده يساوي A كابيتال يبقى فعليا الكلمة المدخلة بتبدأ بA كابيتال. اقول له هنا ايه the entered word الكلمة المدخلة starts with mean A capital. لأن أنت فعلا تأكدت إزاي؟ أنا تأكدت عن طريق إن أنا جبت الحرف الأول عن طريق دالة اسمها تشارقات ثم قارنته مع الـ A capital. ده لو كان الحرف الأول لا يساوي الـ A capital هقول له هنا أغير الرسالة اللي هي الـ else. هيدخل في الـ else إذا كانت الكلمة الحرف الأول فيها لا يساوي A capital، تقول هنا إن الـ entered word الكلمة doesn't start لا تبدأ بإيه؟ بالحرف الـ A capital. عايز تجرب اعمل run ودخل له أي كلمة. لو قلت له هنا مثلا علي، علي تبدأ بـ A capital، قال لك إيه؟ الكلمة المدخلة فعليا بتبدأ بـ A capital. لو جربت مرة تانية ودخلت له عمر، أقول لك إن عمر لا تبدأ بA كابيتال، doesn't start بA بA كابيتال. السؤال السادس مديني كود، بقول له what is the exact output؟ الكود اللي قدامك ده نفذه وحط لي الاوتبوت على الشاشة. عندك هنا variable اسمه W بسبعة وزد بكام؟ بعشرة. يبقى احنا عندنا متغيرين، واحد اسمه W، هل الW أقل من أو يساوي سبعة؟ طبعا سبعة أقل من أو يساوي سبعة بتساوي السبعة وده شرط تتحقق. and هل زد لو تساوي عشرة؟ زد تساوي عشرة فالشرط التاني فولس، إذا اف دي ملهاش لازمة خالص انساه. هل w أقل من أو يساوي سبعة؟ تحقق الشرط. or معناه إيه؟ إذا أحد الشرطين تحقق خلاص، طالما الشرط الأول صح سيبك من التاني. أقول له هنا إيه؟ اطبع لي إيه؟ كلمة تو. يعني هو هيطبع لك تو ليه؟ ما هو الاف فيها امر واحد، هيطبع لك تو لان في الاور الشرط الاول تحقق، الشرط الثاني سيبك منه ما انا خلاص اكتفيت بواحد، ليه انا افكر في الثاني؟ يبقى اذا تحقق احد الشرطين في الاور يدخل في الاف، ولان الدبليو اللي هي بسبعه سبعه اقل من او تساوي سبعه، ده بتساوي ده ما هو احتماله، يبقى دولت متساويين، يبقى الشرط ده ترو. ترو في الاور لو شرط واحد كان ترو يكفي فيدخل يطبع لك ايه تو. يبقى اذا اول اتنين اف الاف الاولى مش شغاله لم تتحقق، يدخل في الاف الثانيه احد الشرطين اللي هو الاولاني هنا ترو الثاني فولس، بس انا يهمني الاولاني خلاص يخش يطبع لك تو ومعنى برنتلين يطبعها وينزل سطر، يطبعها وينزل ايه سطر. بعد كده الاف الثالثه، الاف الثالثة بيقول لي هنا هل دبليو أقل من أو يساوي سبعة؟ طبعا الشرط ده تحقق ترو، وهنا هل زد تساوي عشرة؟ فعلا تحقق. دي تسمى اكسكلوسيف اور، معنى اكسكلوسيف اور لابد يكون واحد ترو وواحد فولس عشان يخش في الاف، لأن الاتنين هنا ترو إذا اف دي مش شغال. اكسكلوسيف اور بتشتغل ويدخل في الاف وينفذ اللي فيها اذا كان احد الشرطين ترو والتاني فولس، لان هنا الاثنين ترو فدي مش شغاله. الاف الرابعه، هل دبليو تساوي او اقل من سبعه؟ هنا خلي بالك ده الشرط الاولاني ده ترو، اند هل زد لو تساوي عشره؟ فولس. فولس مع ترو في الاند، فولس مع ترو في الاند هتدي فولس صح؟ كويس، لان اند لابد يكون كل الشروط ترو عشان يدي ترو. بس خلي بالك ده كله في قوس ثم في علامه تعجب قبل القوس، النيجيشن او النفي بتاع الفولس هيبقى ترو. يعني هو القوس الداخلي في اند ترو فولس فولس النتيجه فولس، عكس الفولس بقى لان في علامه تعجب، يعني ده كله في قبله علامه تعجب. طيب
علامة تعجب أو عكس الفولس أو عكس نتيجة الأند هيبقى ترو. طالما عكس نتيجة الأند ترو هيخش في الإف ويطبع فور، يعني هو هيطبع لك فور لأن الإف ديت اشتغلت. بعد كده الإف اللي بعد كده بيقول لك هل دبليو تساوي 8؟ طبعا دبليو هنا تساوي 8، هي لا بتساوي 7. المشكلة مش في الشرط، المشكلة إن هنا علامة سيمي كولون، معنى في سيمي كولون بعد الإف ومفيش إلس، كأن الإف دي غير موجودة. تجاهل اللاين ده يخش يطبع لك 5، يعني يعتبر ده أمر ملهوش علاقة بالإف، لأن في الآخر الإف سيمي كولون معناها تجاهل الإف دي خالص، سيبك منه، فيطبع لك 5. وبعدين هل الزد تساوي 10؟ طبعا هي بتساوي 10، يخش يطبع يس ويسيب الإلس، ما هو إف يا إلس، صح؟ لا برضه تاخد بالك من حاجة هنا، إلس بعدها سيمي كولون. طب طالما إلس في بعدها سيمي كولون، قلنا برضه تجاهل الإلس، يعني خش اطبع لك كمان أوكي. يعني هو هيطبع يس ليه؟ لأن الإف تحقق الشرط، ويطبع أوكي لأن هيعتبر إلس دي غير موجودة لأن في سيمي كولون. المفروض ما يكونش في سيمي كولون لا بعد الإف ولا بعد الإلس، فهيطبع لك يس أوكي. طيب آخر جملتين إف، هل دبليو لا تساوي 7؟ لا ده هي أصلا تساوي 7، فيعتبر إف دي مش شغالة خالص. طب آخر إف بقى زد مودولس 5، زد بكام؟ ب10، صح؟ لما تيجي تعمل له 10 على 5، فالاتنين 2 في 5 ب10، باقي القسمة بزيرو، فعلا باقي القسمة بزيرو، يخش هنا ويطبع لك زد زد زد، إذا الأوبت هيكون بالشكل ده. السؤال السابع قال لك إن هو من التيم A للترم الأول 2013-2014، هنا مديني كود بيقول لي وات إز إكزاكت أوبوت، إذا شغلت الكود ده ما هو الأوبوت. إكس ب9، واي ب4، وزد فاضية. إكس ب9، واي بكام ب4؟ أول حاجة عندي سويتش. سويتش إكس زائد 1 بكام؟ إكس زائد 1 ب10، هو هيجمع 9 على 1 ولا يعمل مودولس الأول؟ قلنا قبل كده ان المودولس لها اولوية في التنفيذ قبل الجمع. هنا بقى المشكلة، يعني واحد مودولس واي، واي باربعة صح، ثم النتيجة دي تجمعها على اكس اللي هي بتسعة، هينفذ دي الاول. واحد على اربعة، واحد على اربعة فيها زيرو، زيرو في اربعة بزيرو، باقي القسمة هنا واحد، اذا النتيجة دي كلها هتكون بواحد. واحد زائد 9 يبقى كام؟ 10. 10 يعني كل الاكسبريشن ده جاب لك كام؟ جاب لك 10. طيب هيجي يقارن 10 مع 1 او مع 2 او مع 10، هيلاقي ان النتيجه اللي هنا 10، هيخش على الكيس الثالث، يخش يطبع لك ايه بقى؟ يخش ينفذ الامر ده ويطبع لك 10 كرساله، هيطبع لك الرساله دي، يعني هيطبع لك كده 10 نقطتين، ثم بعدها في اكس زائد واي. اكس زائد واي دي معناه هيحط لك الاثنين دولت جنب بعض، يعني اكس ب9 واي ب4، هيطبع لك 9 4. ليه؟ لان بعد الرساله فيه بلس مرتين، مش هيعتبرهم عمليه جمع، هيعتبرهم عمليه لصق او دمج، فيحط لك 10 ثم يحط التسعة كما هي اللي هي مكان الاكس، ويحط مكان الواي يحط 4، فهيدخل ينفذ الامر ده. بس ما فيش هنا بريك بعد الكيس ديت، هل هنا بريك؟ لا، طالما ما فيش بريك يخش على الديفولت كمان، للاسف ما فيش هنا بريك، فهو لما دخل في الكيس 10 هينفذها وينفذ الديفولت كمان، يعني هيطبع لك ايه؟ هيطبع لك 10 9 4، ثم هيطبع لك كلمه ديف، وايه اللي بعدها؟ برسنتج دي يعوض مكان البرسنتج دي باكس بلس واي. اكس واي كام هنا؟ 13، 4 و9 13. خلي بالك ان السطر ده هينطبع لان مفيش بريك بعد الكيس بتاعت العشرة، يعني اول حاجة هيطبع لك 10 9 4، ثم ينزل السطر ويطبع لك ديف نقطتين 13، ده التنفيذ بتاع مين؟ بتاع هنا سويتش اللي هتكون ده، يعني اول جزء في الاوبوت اللي هو ده يخص سويتش، اول جزء في الاوبوت يخص ايه؟ يخص سويتش. نيجي بقى نكمل، بعدين زد حط فيه 4 7، زد حط فيه 7، في فاريبل اسمه سي قيمته تساوي ايه؟
هنا في مقارنة ما بين زد وستة، هل زد تساوي ستة؟ طبعا زد بسبعة، زد بسبعة يعني الكونديشن بتاع الاف ده ايه؟ فولس. فولس اذا كان ده فولس هيدخل ياخد القيمة اللي بعد النقطتين اللي هي دي. يعني اذا السي حاليا في ايه؟ السي حاليا في ان. ليه؟ لان الكونديشن بتاع الاف اللي فيها اي اف عن طريق علامة الاستفهام، اذا كان الشرط ترو ياخد القيمة دي، اذا كان الشرط فولس ياخد ما بعد النقطتين، لان الشرط فولس اخذ القيمة اللي بعد النقطتين حطها في السي، اذا السي حاليا في ان. طيب هيجي يطبع لك ايه؟ سي يساوي، يطبع السي يعوض عن برسنتج سي بقيمة السي، السي كفاريبل حاليا في ان، فيطبع لك سي يساوي ان، وهنا خلي بالك في سلاش ان يعني انزل السطر. طيب لحتى الان سهل. ثم عرف فاريبل اسمه تكست وفي كلمة تكست كابيتال. خلي بالك هنا في علامة تعجب اوعى تنساها، بس الاول صف الاول العملية دي كلها. هي علامة التعجب هنا قبل ايه؟ الكونديشن اللي على اليمين وفي كونديشن على اليسار. كويس، هو هيعمل ايه هنا؟ هل تكست دوت ايكوالز تكست؟ طبعا الكونديشن ده هيد فولس. ليه هيد فولس؟ الكونديشن ده هيد فولس لان التكست دي كابيتال والتكست اللي تحت سمول. كابيتال مع سمول اختلفوا، يبقى ده فولس صح؟ يبقى مقارنة الايكوالز جابت فولس. اذا مقارنة الايكوالز جابت فولس، بس علامة التعجب موجودة على الكونديشن ده. كويس؟ يعني المقارنة بتاعت ايكوالز دي جابت فولس، ثم علامة التعجب حولتها إلى ترو، ثم اند اكس بتسعة، هل تسعة تساوي تسعة؟ الطرف اللي على اليسار تسعة ديت انتجر، واللي على اليمين تسعة دبل، هيحول الانتجر إلى دبل، يبقى هتبقى تسعة بوينت زيرو، هل تسعة تساوي تسعة؟ طبعا ده برضه ترو. تحقق الشرطين يدخل يطبع لك قيمة الفاريبل تكست اللي هو فيه كلمة تكست، فيطبع لك على الشاشة كلمة تكست. نشوف بقى آخر اف، هل واي أكبر من اكس؟ خلي بالك هنا ايه؟ سيمي كولون، يعني الغي الاف دي خالص. يعني ده أمر مالوش علاقة بالاف، اطبع لي على الشاشة، اطبع لي مين هنا؟ برسنتج بوينت زيرو اف، يعني اطبع لي رقم 10 اللي هو مين؟ اللي هو 99.7. ده رقم هيجي يتحط مكان البرسنتج اف، بس معنى بوينت زيرو يعني مش عايز ولا رقم بدل علامه، يعني اطبع لي فقط ال 99. بوينت زيرو معناها مش عايز ولا رقم بعد العلامه، فهيطبع لك هنا ايه؟ هيطبع لك 99. كويس؟ 99 ولا هيزود ويعمل تقريب؟ لا، هنا هيقرب الرقم، لان انا هنا طالما قلت لك مش عايز ارقام بعد العلامه يعني هيعمل تقريب. 99.7 تتقرب الى كام؟ الى 100. اذا هيعوض عن برسنتج بوينت زيرو اف، هيخلي دي ايه؟ 100 صح؟ ثم ينزل السطر لان هنا في سلاش ان، ثم يطبع ايه؟ كلمه اوكي. يعني اخر جمله ديت هتدي لك على الشاشه اوبوت بالشكل ده، هتدي لك 100 لانه عامل تقريب للرقم، ثم نزل السطر وطبع لك كلمة اوكي. طبعا هنا الاوبوت في السؤال ده محتاج تركيز وشغل شوية. السؤال الثامن من واجب سابق، بيقول لك ان الاكاديميك ستيتس، اي طالب في الجامعة عنده الاكاديميك ستيتس اللي هي ايه؟ هل هو المعدل بتاعه، اذا كان المعدل اكبر من او يساوي 2 هيبقى حالته ريجولر. كويس، يعني الطالب معدله في الاثنين وطالع ده طالب عادي. اما الطالب اللي معدله اقل من 2 وعدد الانذارات اقل من 4 هيبقى وارند، والطالب اللي معدله اقل من 2 وعدد الانذارات 4 ديسميزد. يعني هو عندك 3 حالات للاكاديميك ستيتس. قال لك هنا ايه؟ رايت جافا ابلكيشن، اكتب ابلكيشن ذات ريدز، يقرا من اليوزر الجي بي اي بتاع الطالب از ريال نمبر. كلمه ريال يعني رقم دبل، يعني بيقول لك اكتب برنامج يخليك تدخل معدل الطالب، وبعدين تدخل نمبر اوف وارنينجز يعني عدد الانذارات، وبعدين قال لك اطبع له الاكاديميك ستيتس. الاكاديميك ستيتس عايزين نكتب برنامج ندخل فيه
معدل الطالب ثم عدد الانذارات. احنا يهمنا في الاف الاولى فقط المعدل، يعني اذا كان المعدل في الاثنين وطالع خلاص يبقى هو ريجولار، اما اذا كان المعدل تحت اثنين يبقى انا يهمني عدد الانذارات، صح؟ يبقى انا يهمني ايه؟ عدد الانذارات. يعني انا هنا مضطر ان انا اكتب كود يعمل اول حاجه تهمني ان انا هاجي اعرف فاريبل دبل، ممكن نسميه جي بي اي، اي اسم انت شايفه صح وليه معنى. طيب الجي بي اي ندخله ازاي؟ هاجي اقول لك ان جي بي اي يساوي السكانر عنده داله اسمها نيكست دبل، انا باجي اقول للطالب ما هو معدلك؟ اذا كان المعدل ده اللي هو الجي بي اي اكبر من او يساوي 2، اذا الاكاديميك ستاتس هتكون ريجولار، فانا هضطر اعرف متغير سترينج ممكن اسميه ستاتس، كويس؟ واقول له هنا ايه؟ ان الستاتس هتساوي ريجولار امتى؟ اذا كان الطالب معدله 2 او اكبر. إلس معناها ان الطالب معدله تحت 2، اللي معدله تحت 2 ده عشان اجيب الاكاديميك ستيتس مضطر ان انا اعرف فاريبل اسمه warning واشوف هو عنده كم انذار، كويس؟ هقول لك ان ايه؟ ادخل عدد الانذارات، warning يساوي السكانر عنده داله اسمها next integer هقول لك ان ده كم انذار عند الطالب ده؟ ما هو الطالب اللي فوق 2 اكيد ما عندوش انذارات، انا بسال على الانذارات اذا الطالب معدله تحت 2. طيب بعدين هاجي اعمل اف تانية جوه الالس، اذا الورنينج او عدد الانذارات ديت اقل من 4، اذا كانت اقل من 4 والالس التاني معناه ايه؟ ان هي 4، ما هو حاجه من الاثنين، هي يا اما اقل من 4 او ممكن اعمل اف، اقول له هنا اف تانية اذا كانت الورنينج تساوي 4. يعني عندي حالتين، هل هي 4 ولا اقل من 4؟ اذا كانت اقل من 4 يبقى الستيتس او الحاله بتاعته هتساوي هنا ايه؟ warned. اما اذا كانت 4 يعني الطالب ده وصل الى اقصى عدد من الانذارات هتبقى الحاله بتاعته dismissed. كويس، يبقى انا كده قدرت ادخل المعدل، اذا كان فوق 2 يبقى هو ريجولار، إلس معناه ان هو ايه؟ ان الجي بي اي بتاعه اقل من 2 اوتوماتيك، طالما دخلت في الإلس معناه ان الجي بي اي اقل من 2. ده اذا كان الجي بي اي اقل من 2، اسالك عن الانذارات، اذا الانذارات اقل من 4 يبقى انت warned، اذا الانذارات 4 dismissed. في الاخر باجي اطبع النتيجه واجي اقول لهم ايه؟ ان السيستم دوت اوت، الطالب ده ممكن اقول هنا ان الستيتس او الاكاديميك ستاتس بتاعته از، واجي اطبع له قيمه الفاريبل اللي اسمه ستيتس، الفاريبل ده هو فيه القيمه او حاله الطالب حاليا، بس السيستم لازم تبدا باس كابيتال زي كده، خلاص؟ يبقى اذا عشان حاجه زي كده لابد ان في الاول الستيتس ياخد ايه؟ ياخد دبل كوتس فاضيه. الستاتس ده متغير string، لابد ان انا اديله initial value يعني احطه فاضي ما عندوش اي حاجه لسه. يبقى ده مثال بيقول لك هنا عرفت متغير اسمه جي بي اي warnings value، اي اسماء واكاديميك ستاتس، وقلت لك هنا ادخل الجي بي اي، اذا الجي بي اي اقل من 2 يبقى الطالب ده احتمال يكون warned او dismissed. إذا أقل من 2 هسألك هنا عن عدد الإنذارات، إذا كانت أقل من 4 هقول لك أنت warned، إذا كانت 4 هقول لك أنت dismissed. إلس دي معناها عكس الإف، أنا هنا عملت عكس الحل اللي أنا كتبته في النيت بينز، أنا هنا بدأت بالأقل من 2، إلس معناه إيه؟ إن معدله أكبر من 2 أو 2، أي طالب معدله 2 وطالع هيبقى الستاتس بتاعته regular. في الآخر السؤال بكتب له إن الأكاديميك ستاتس هي قيمة الفاريبل اللي أنا خزنت فيه كلمة من الثلاثة حسب مقارنات الإف بتاعتي.